منى زكي نزلت صوره لها وهي قاعده مع ثلاث بنات، الاء ونوره وسماء. الحقيقه ان الصوره لطيفه جدا. الثلاث بنات دول كانوا بطلات لفيلم انتجه المجلس القومي للمراه والمجلس القومي للطفوله والامومه واليونيسف ضمن مبادره دوي. فيلم قصير عن ثلاث فتيات من ثلاث محافظات، اسوان واسيوط والفيوم. ثلاث بنات بيحكوا بدايه الخيط. انت جايبه بنوته؟ لا انت لسه ما خلفتيش. تلتاشر سنه ومخطوبه؟ انت ازاي بنت تركبي عجل؟ خايفه من ايه؟ يبقى عدلي وشك واحكي. والحقيقه والثلاث بنات الجمال دول بخلاف ان هم كانوا على الريد كاربت مش بس لانهم بطلات فيلم، لانهم اصحاب حكايات فيها افكار وفيها احلام حتى وان كانت الاحلام صغيره، انما هي بدايه خيط. الاء ونوره وسماء كل واحده حكت عن نفسها بطريقه بسيطه ومباشره واثره. الناس دايما شايفه ان انا بتعامل بطريقه اكبر من سني عشان انا بحب اتناقش واتكلم. كان دايما بيتقال لي انت صغيره ومش من حقك تتكلمي في الموضوع ده، انت اكيد مش فاهمه، وبطلي كلامي انت رغايه قوي كده ليه. بس انا كنت دايما بشوف ماما بتتكلم وتحكي للناس اللي حواليها، وبمجرد ان انا شايفه ماما واقفه قدامي واثقه من نفسها، ده كان اصلا بيديني ثقه في نفسي ان انا اتكلم، وبياكد لي اني صح واني اقدر اتكلم. انا اسمي سماء غني، عندي 13 سنة، عايشة في أسوان. أنا داخلة المدرسة، أنا كنت ما بحبش أقعد مع حد، كنتش مصاحبة حد خالص. بعدين كان عندنا نشاط، كنا نعمل مبادرة، فالمهم الأستاذ ده جه خلانا كلنا شاركنا. أنا كنت خايفة أطلع لأن ما بحبش أتكلم مع حد، فاللي هو طب في الأول قال لي قولي وأنتي مدية ظهرك للبنات، فانا قلت بكل جرأة، فقال لي تمام، امال خايفه من ايه؟ يبقى عدلي وشك واحكي. انا اسمي نوره، عندي 18 سنه، انا من محافظه اسيوط، من قريه بني رفح. بابا كان بالنسبه لي كل حاجه، كان هو السند والظهر والصديق وكل حاجه. هو مش بعيد عني ابدا، هو عايش جوه قلبي وانا بزوره كتير طبعا، هو حواليا في كل حته. انا تقريبا لما بطلع بره بفتكر وانا جايه من الدرس هو واقف كذا ويشاور لي طب يلا يلا كده. كان دايما يقولي ركزي في دراستك، ركزي في مستقبلك، لازم تعملي نفسك بنفسك، لازم تعملي لنفسك مكانه في المجتمع. انا اسمي علاء ثروت، عندي 17 سنه، انا من محافظه الفيوم قريه المقراني. سماء مرغني من أسوان، وأستاذة دينا هيكل نائب مدير إعلام من أجل التنمية في اليونيسف، وأستاذة إيليس محمود. الجمال ده، الجمال ده، قمر قمر قمر. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي، أهلا بحضرتك، اتفضلوا. إيه ده؟ الجمال ده. نورة رشيد، نورة رشيد، آلاء ثروت، وسماء مرغني. مبروك الفيلم. انا شفت الفيلم وشفتكم على الريد كاربت، كنتوا حاجه جميله جدا. الف مبروك.